وعموما قد قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن هذه الآية يمكن الاستدلال على ما قلنا سابقا وقبل قليل، هو قولهم ممن يجب أن يزاروا، فإن الذرية في هذه الآية يمكن أن تكون ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل إنهم أيضا بواد غير ذي زرع أي مهجور ومتروك، وهو أيضا عند بيتك المحرم أي قريب منه، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه أي إلى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال فإن هذه الآية يمكن أن تكون لها عدة مصادر، وهذا منها وأوضحها. فإذا قالوا بعدم جواز البناء أي بناء المقابر، قلنا فكيف بمقبرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومقبرة الشيخين وغيرهم كثير، فهل فيهم يجوز وبالبقيع لا يجوز؟ فهذا ترجيح بلا مرجح وهو قبيح خصوصا في الأخيرين. وأقول إن بناءها كان ولا زال أمنية في قلوب المؤمنين، فمن هنا أجدد ما قال به السيد الوالد قدس سره من دعوة الحكومة السعودية بالسماح بإقامة قبة أهل البيت عليهم السلام، وهو أمر صادر من حوزتنا الناطقة في النجف الأشرف بعونه تعالى.